خير؟ مش بغيتي؟ والله يا ريم البنات متضايقين منك. ايوه، فيا ليت كرما منك تعاملينهم بلطف شوي. ما يخالف قولي اللي تبينه بس بدون تجريح. عفوا، انتي مناديتني الحين عشان تعلميني كيف اتعامل مع الموظفات؟ يعني بتعطيني درس في الاداره مثلا؟ خير يا ريم، وش هالاسلوب؟ ترى قاعده اكلمك على انك صديقه وامون عليك، ما حد قلل منك. لا صديقه ولا هم يحزنون. لو سمحتي يا عبير، اللي بيننا شغل وشراكه وبس، واي احد ما عرف يشتغل اكيد اني بطرده ولا ببدله. عاجبك كلامي اهلا وسهلا، مو عاجبك انا مستعده اشتري نصيبك بعد. هذا الخطه اجل تبين تستولين على المطبخ، مو بجاي تفزعين. والله وطلع وجهك الحقيقه مكشه بلا كثر قرق اللي عندي قلته. لا حبيبتي، مو على كيفك، الموظفين التابعين لي ما تفصلين منهم احد، فاهمه؟ ويصير خير يا ريم. وين وين؟ ماشية. وش هالتسيب؟ لسه باقي نص ساعة. والله حبيبتي يا ريم، أنا شارحة وضعي بالضبط للأستاذة عبير، وقالت لها أني لازم يومين أمشي بهذا الوقت، عندي ظروف عائلية. والله ما تهمني مشاكلك ولا ظروفك العائلية، وهذا مكان عمل وله أوقاته، وإذا ما تناسبك روحي شوفي لك وظيفة ثانية تناسب ظروفك. يا حليلك يا ريم، تحسبين الدنيا على كيفك وبتعيشينها طول عمرك؟ ترى الدنيا قصيرة يا بنتي. يا بنتي ايش هالوقاحة؟ يلا قلب وجهك ولا عاد اشوفك هنا مرة ثانية. والله اذا صرتي مديرتي ذيك الساعة قضبيني الباب على كيفك، انا مديرتي الاستاذة عبير ولا اخذ الكلام اللي منها. مع السلامة.